اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشرين، نتعرف خلالها على اداء البورصه المصريه واسواق المال العالميه وحركه الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث واصلت البورصه المصريه مكاسبها القويه لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس نهايه تعاملات الاسبوع، مدعومه بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحليه. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1,535,000,000,000 جنيه بعد تداولات كلية بلغت 17.5 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX بنسبة 92% مسجلا 22,639 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.49% مسجلا 4,412 نقطة. وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.12% منهيا الأسبوع عند مستوى 6,581 نقطة. وفي منطقة الخليج العربي أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاع اليوم الخميس مع عودة الإقبال على المخاطرة إلى الأسواق المالية بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي تثبيت أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر السعودي 0.4% مع زيادة سهم مصرف الإنماء 2.8% وصعود سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة بنسبة 2.9% عند الإغلاق. وزاد مؤشر دبي 0.5% مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5%، وصعد مؤشر أبو ظبي 0.6%، كما ربح المؤشر القطري 1.4%. وفي بورصة وول ستريت الأمريكية فتحت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع اليوم الخميس وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية دورة التجديد النقدي، كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.55% عند الفتح إلى 33,457 نقطة، كما فتح ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 72% إلى 4,268 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.29% إلى 13,230 نقطة. وفي أوروبا ارتفعت مؤشرات الأسهم اليوم الخميس مدفوعة بسعود أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة، مع مراهنة المستثمرين على إمكانية انتهاء سياسة التجديد النقدي في الولايات المتحدة بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% وزاد قطاع العقارات 2.7% مع صعود سهم شركة كوغامو الفنلندية للمساكن 7.6% بعد أن أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث. وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تجاوز المؤشر نيكي عتبة 32,000 نقطة اليوم لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سينهي دورة التجديد النقدي وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها. وارتفع المؤشر نيكي 1.1% وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 51%، وكان الأداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحا حين ارتفعت 1.7% على المؤشر توبكس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهاتف الأستاذ محمد فريج خبير أسواق المال. أهلا بك. بداية أستاذ محمد، البورصة المصرية واصلت مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ اهلا وسهلا بحضرتك الساده المشاهدين في الاول. ثانيا طبعا البورصه لازم احنا في اتجاه عام صاعد. فبالتالي طبعا كل ما كانت المؤسسات عامه هي اللي بتشتري في السوق ده بيؤكد ان لسه في بوتنشال او احتمال استمراريه الصعود في الاتجاه بتاعنا في الفترات القادمه. السوق حتى الان بيعمل مستويات قياسيه تاريخيه ما حصلتش قبل كده بالنسبه للسوق المصري عامه في تاريخه، خاصه
بعد قمة تريخالي كانت في 2018 واختراقها للأعلى كانت منطقة 18500 نقطة. من بعد اختراقها للأعلى بدأنا نعمل مستويات تاريخية وقياسية كبيرة جدا، وأي حركات تصحيحية بتبقى فرص شراء قوية جدا بالنسبة للمستثمرين، فده بيدينا لسه اكسبكتيشن أو توقع إن لسه في استمرارية طول ما المؤسسات بتشتري، إن لسه في استمرارية ولسه في بوتنشال أو احتمال إن السوق يستمر القمة لقمم تاريخية جديدة ما حصلتش قبل كده. نعم. وده اللي احنا متوقعين الفترات القادمة إن شاء الله. نعم، ما هي العوامل المحفزة للسوق حاليا؟ في عوامل كتير جدا. اولا طبعا فرص التعويم اللي حصلت قبل كده، زائد الفرص الاستثماريه اللي نتجت عن خطه الاصلاح الاقتصادي اللي الدوله بداتها من فتره طويله، بدات تدي توقع للمستثمرين اللي فيه تحسن قوي جدا في الفترات القادمه ان شاء الله. وعشان احنا طبعا البورصه هي مراه الاقتصاد، وبالتالي احنا بنشتري فيها المستقبل، فلما بتشتري بيبقى عندك توقع ان الخطه الاستثماريه اللي موجوده في الدوله هتبتدي تؤتي ثمارها الفترات القادمه، فده بيديك حافز انك تشتري، عشان ده بيديك توقع ان لسه في نتائج افضل في الفتره القادمه. المؤشر الرئيسي للبورصه ارتفع بنحو 55% منذ بدايه العام وحتى الان، كيف تقيم اداء المؤشر حتى الان وتوقعاتك للسوق خلال الفتره المقبله؟ مبدئيا كده طبعا زي ما قلنا من بدايه السنه سوق شاهد ارتفاعات قويه جدا، خاصه المؤشر الرئيسي للسوق المصري جي 30، وقلنا ارتفاعات قياسيه ما حصلتش قبل كده، خاصه بعد اختراق منطقه 18500 نقطه الاعلى. وطالما احنا في اتجاه صاعد انت عندك مستهدفات كبيره جدا، يعني المستهدف المبدئي ما بين 24000 و25000 نقطه، ده المستهدف المبدئي للحركه القويه او الاتجاه العام القوي بتاعنا. طبعا بما انك في اتجاه عام طبعا المستهدفات مفتوحه، كل ما تحط مستهدفات لسه ليها مستهدفات قويه عادي ممكن تيجي المستهدفات وتبقى اكتر من كده. طيب كمان ان في حاجه ايجابيه ان الصعود جاي في قطاعات مختلفه، مش قطاع معين او سهم معين زي الفترات اللي فاتت كنا بنشوف مثلا سهم البنك التجاري الدولي بيتحرك فتلاقي المؤشر نفسه بيتحرك انما معظم الاسهم ما اتحركش. لكن دلوقتي الحاجه الايجابيه ان في القطاعات بتبتدي تطلع بالتوالي ورا بعض، يعني الاول كان بدايه الصعود ده كان قطاع البتروكيماويات هو اللي قائد الصعود الفترات اللي فاتت، دلوقتي قطاع البتروكيماويات بدا يهدى شويه في الاكسلريشن او معدل التسارع بتاعه، بدا قطاعات اخرى زي قطاع الاسكان ولسه قطاع البنوك، فبالتالي ده بيديك تحليل ان في سيوله او قوه شرائيه بتتضخ في السوق في قطاعات مختلفه واسهم مختلفه، فده اللي بيديك التوقع ان في لا استمراريه للصعود بعد كده. زي ما قلنا كمان ده بيؤكد حركه الاتجاه الصاعد اللي احنا شايفينها. نعم. بالنسبه للمؤشر لسه فيها استمراريه الفترات القادمه ان شاء الله. الارتفاع سيطر على اداء الاسواق المال العالميه اليوم مع عوده الاقبال على المخاطره الى الاسواق الماليه بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي تثبيت اسعار الفائده. كيف تقيم اداء البورصات العالميه اليوم في ظل هذه الانباء؟ طبعا احنا عارفين ان سعر الفائده من اهم القرارات في اي دوله، هو عدو سوق المال الاول لان هو البديل الاستثماري الاول لاسواق المال، لان انت ده طبعا البعايد او اللي هو البديل الاستثماري الاقل مخاطره من اسواق المال خاصه الاسهم، فبالتالي طالما الفايده سعر الفايده بيطلع بيزيد فده بيدي المستثمرين بيجذبهم ان هم يستثمروا في ادوات المال الاقل مخاطره. بما ان بدات يثبت سعر الفايده الفدرالي الامريكي، وطبعا ده قائد الاقتصاد على مستوى العالم، فبالتالي معظم الدول برضه هتبتدي تثبت سعر الفايده، وبالتالي مع تثبيت سعر الفايده ده مش هيبقى جاي خاصه مع المستويات العاليه للتضخم، مش هيبقى جازم للمستثمرين انه يبتدي يخش في قطاع في البديل الاستثماري ده، فبالتالي هيبقى البديل الاوفر حظا في الفتره الحاليه هو بالاسهم، خاصة ان معدل التضخم كل ما بيزيد كل ما بتبقى القيم العملة نفسها بتبتدي تقل، فبالتالي اي حاجة قدام العملة بتزيد في مقدمتهم الاسهم، طبعا لسه فيها بوتنشال او احتمال استمرارية صعود اكتر عشان تقفل الفجوة بتاعت التضخم دي. نعم. مع اللي بيؤكد ده كمان ثبات الفايدة، فده بيخلي الاحتمال بتاع صعود الاسهم بيبقى اكتر من الظروف العادية. اكيد. الاستاذ محمد فريج خبير اسواق المال، شكرا لك. اهلا. شكرا. شكرا. شكرا.
في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، إذ يبقى الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة. ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيك برنت 38 سنتا إلى 85 دولارا وواحد من مئة للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 46 سنتا إلى 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22 دولارا و98 سنتا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 926.8 دولار. أعلن البنك المركزي التركي أنه رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65% من 58%، كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36% من 33%. ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5% في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل. من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية تركية أن تركيا ستسحب حوالي 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع تغيير جديد في الاحتياطات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع. كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى التخفيف من تداعيات التضخم في البلاد. وقال رئيس الوزراء إن الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات. انتهى برنامج مؤشر النيل، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.